ستكون المفاجأة مفاجأة هذه الدورة والتي سيفتحها السيد رئيس الدورة 28 لمهرجان الخريف السياحي الدولي بمدينة هول. نرجو من الجميع الالتزام بالنظام داخل الساحة. الإخوة المصورون يا شباب معلش الآن سيفتح عن مفاجأة الدورة 22 لمهرجان الخريف السياحي الدولي بيقول والآن نزل الستار على هذه المفاجأة وهي مكحلة القصبة ومكحلة الفضة وهي من الموروث الشعبي لمدينة هول. مكحلة الفضة ومكحلة القصبة الدورة 22 لمهرجان الخريف السياحي الدولي بمدينة هول. نرحب بكم حضورنا الكريم من كل مناطق ليبيا، اهلا وسهلا بكم في مدينتكم مدينة هول.